زوار وتتبعوا موقع جدني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دردشة قبل افطار اليوم 28 من رمضان 2020 ستكون بمقر احدى الجمعيات المدينه الجديده، ويتعلق الامر بجمعيه نوادي البريجه للثقافه والتنميه والاعمال الاجتماعيه. ملي كنهضروا على نوادي كلكم كنتوا كتناديو كتهضروا على النوادي النوادي النوادي. هي دابا احدى الجمعيات اللي كتهضر على النوادي وفي التسميه ديالها وكل شيء. غنحاولوا نتقربوا من هذه الجمعيه كيفاش كدوز هذه الفتره ديال الجائحه، علما انه كما كنقولوا الحركه واقفه، اش من دعم اش من مساعدات اش من كيفاش كيدوزوا هذه الوقيته هذه. اذا البدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسم كريم بوزيد الهدير، رئيس جمعيه نوادي الريجار للثقافه والتنميه والاعمال الاجتماعيه. كنشكروا السي عبد السلام حكار اللي عطانا هذا الاهتمام هذا، ومن هذا المنبر كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا ويحفظ الشعب المغربي خاطبة. دابا بغينا غير نعرفوا تأسيس ديال الجمعية، شنو السبب ديال اللي خلاكم أسستوا الجمعية؟ السبب أستاذ حكار هو الغيرة على هذه المهنة هذه. حنا الغيره اللي خلاتنا التفينا مع هاد الاخوه، وكانوا حتى ازور وواحد الالتحام باش ناسسوا الجمعيه ونزيدوا بهذا الميدان لقدام. شحال دابا تقريبا باش اسستوها؟ اسسناها سيدي في 24 مارس 2015، يعني عندها خمس سنين. خمس سنين يعني ولات كتمشى وكتزيد. الحمد لله كانوا عندنا نشاطات مع الاخوان، كانوا عندنا نشاطات في ودورات تكوينيه، وهما نيت كانوا عندنا دي ديبلوم ديال الاخوان اللي باقي ما خدوهمش، وكان واحد شويه ديال عدم التنسيق مع ممولي الحفلات اللي كانت واحد شويه الحزازات. راكم عارفين شويه الحزازات اللي كان المشكل الكبير هو عدم التواصل، هو اللي اثر سلبا على هذه المرحله اللي حنا فيها دابا حاليا. لحقاش كنا ديما كنديروا محاولات باش نديروا بحال استراتيجيه. دابا اذا سولتك وقلت لك بانه اللي بغيتي تسولو سولو ملي كيكون فيه الجوع، اما ملي كيكون شبعان راه يقول كلشي بخير. درك في الظرفيه هذه اللي كلشي الحركه واقفه، ما كاين لا مناسبات لا حتى شي حاجه، كيفاش نتوما كنوادي كتعاملوا مع هذا؟ الحمد لله كانت واحد الخطوه زوينه من عند واحد التريتور اللي كنحيوه، والمفارقه اللي كانت شويه هو ان ما كانش واحد الاتحاد ديال الممول الحفلات كاملين باش يساهموا في هذه القفه الرمضانيه. اذا قلنا لك عطينا السميه ديال هذا التريتور لانه يستحق انك تشهر به. كنشكروا بن سعود من هذا المنبر هذا، الشكر الجزير ليه. واخا ما الاخوان التريتور اللي كانوا سدوا عليهم ويعني شافوا. خليك غير فيه هو، خليك غير فيه هو. كتشكروا هذا السيد لانه تعاون معكم. طبيعة الحال. هذه هي النقطة. الحمد لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم كريم. العبدي بشعيب، عضو الجمعية النوادي البريجة للثقافة والأعمال الاجتماعية، ناديل في إقليم الجديدة. وصراحة هاد الفئة كتعيش وضع مزري، وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يلتفوا لهاد الشغيلة. و إذا سولتك السي بشعيب باش ما نخليكش تبقى تقلب على الأفكار، أنتم ملي جلستوا من الخدمة في هاد الوقيتة هذي، واش كاين شي جهة اللي تواصلت معكم على اساس انها تعرف المشاكل ديالكم تقرب منكم شنو اللي كاين؟ لحد الان حنا لم يتصل بنا احد. حنا في المقاهي والمطاعم باقي ما شفنا حتى شي جواب مع الناس المسؤولين باش يتصلوا بنا باش يسولوا الوضعيه ديال الناس اللي الوضعيه ديالهم مزريه هشه الى اقصى درجه. وكنطلب من لا قبل ما تطلب خلينا بلاتي خلينا نفرض، غادي نسولك، غادي نقول لك بانه القطاع غير مهيكل مثلا، يعني فتحوا المجال امام الناس اللي كينتميوا ليه باش انهم يقدروا يستافدوا من صندوق كوفيد 19. كاينين اللي يستافدوا منه؟ كاين اللي يستافدوا هذا القطاع الغير مهيكل، كاين الناس اللي استافدت من بطاقه الرميد، وكاين اللي عنده لاسينيسيس يعني قليله. يعني تقريبا حنا راه كتعرفوا المشاكل اللي كاينه في المغرب، راه من طنجه للكويره تقريبا 1.5 مليون ديال هاد العمال يلاه لقاو شي نسبه قليله اللي مديكلاريا في لاسينيسيس، وقليل النسبه اللي عندهم الرميد.
ولكن الناس اللي ما عندهمش الرميد كيدخلوا لهذاك الموقع تضامن كموقع كيسجلوا ولكن كاين اللي ما توصلش وخصوصا الاخوان المساكن اللي ما عندهمش اللي ما عنده اللي غير كارين وهما زوافريه من جايين من مدن اخرى كيجيو هنا لحد الان مساكن ما عندهمش من يعاونهم دخلوا لهذا الموقع ولكن راه كيقولوا لهم راكم نتوما ما عندكمش الحق باش تستافدوا وعندنا حجاج ديال الاخوان اللي عطونا هاد اوديوات بما نقولوا عندنا اوديوات ديال الاخوان اللي كيتشكوا بزاف والصراحه حنا هذا القطاع الغير مهيكل حنا اللي كنطلبوا من الدوله ومن الناس المسؤولين الحمايه الاجتماعيه هي ابسط الحقوق المشروعه اللي خاصها توفر الدوله وهي كتتجلى في التغطيه الصحيه وفي الضمان الاجتماعي وفي البطاقه المهنيه بما ان البطاقه المهنيه كتمشي لها الغرفه الصناعه والتجاره والخدمات ولكن الوقت اللي كنمشيو للسيستم ما كنمشيو عنده كيقول لكم نتوما ما كاينينش يعني حنا لازمنا كعمال المقاهي والمطاعم والحفلات في المغرب غير معترف بينا حنا خصنا تمثيليه في الغرف المهنيه وكنطلبوا من الدوله باش تشوف لنا صيغه قانونيه باش تدرج هاد الطبقه حنا غادي نضموا صوتنا لصوتكم وغادي ننبهوا بانه اذا كانت هناك التجاره وكاين الصناعه وكاين الخدمات فانتم كتتاملوا القطاع ديال الخدمات وكنتمنوا بانه تكون فيها الانتفاضه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله اسم كريم اسم ميلي حياه ميلي حياه عضوه شرف ولا ضيفه شرف ونادله قديمه المدينه الجديده الى سولناك على المعاناه دابا ديال النادلين في ظرفيه ديال جائحه كورونا الحاله المزريه لان احنا ما كنشوفوش في هذه المده ديال الشهرين اللي دوزنا ديال الكونفينمون يعني هذا الشيء راه مازال باقي لقدام ربما اخر قطاع انه اخر حاجه ان غطلق هي الحفلات يعني احنا كنا موالفين في الصيف اننا كنترزقوا الله واحد شويه مي الحمد لله هذا المرجى من عند الله ولكن خاص تكون التفاته عند الناس المسؤولين بالنسبه للقطاع الغير مهيكل يعني احنا النوادي لحد الساعه ما لقينا حتى شي التفاته من اي جهه لا بالناس بالنسبه للناس الممولين اللي احنا معاهم لا بالنسبه للناس المسؤولين الا هذاك التريتور الوحيد الله يجازيه بخير هو اللي وقف معنا وكانت عنده واحد التفاته ربما ساعدت نسبيا الحمد لله انا ساعدت واحد شويه مي كنقول اللهم لك الحمد ولكن كنتمناو اننا حتى هذاك الدعم اللي كنا كنتسناو على احر من الجمر يعني حتى هو ما توصلناش به وكاينين مجموعه ديال النوادي الاغلبيه ديال النوادي لانهم كيتسناو كيترجاو في هذاك الدعم انهم يتوصلوا به وما توصلوش به وحاليا راه تعرف يعني ان هذا القطاع يعني هو القطاعات المهمشة من بين القطاعات المهمشة وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه هو يرفع لنا هذا الوباء وانه تسوى هذه الوضعية ديالنا في هذه الظروف لان حاليا دابا راه حنا كنعيشوا ربما وصلنا لمرحلة الجوع يعني حاليا وصلنا لمرحلة ديال الجوع وشكرا. شكرا. اسم كريم. الاسم الكريم طيمش حمد. طيمش حمد انا كنعقل عليك من قديم الزمان وفي درب الرجيله وفي انا كنقدم التحيه ديالي للاخ عبدالسلام المحترم والصديق واخو الله يحفظك ليا انت غادي نسولك سؤال اخر مرحبا بالنسبه لهاد الناس اللي في هذا القطاع ديال النوادي واش كاملين مديكلارين لا سينيسيس الاخ المحترم اش غادي نقول لك حنا واحد الطبقه كثيره ما كاينش ديكلاراسيون لا سينيسيس ما عمرو بجاو سولوكم انا كنبدا لك من راسي انا كشخص من راسي كنهضر انطلاقا من راسي انا كنزاول هاد الدومين من 85 اي راني عارف 1985 خدمت في جديده هنا في القهوه ديال البحر 11 عام 11 سنه ما كاينش لا سينيسيس دابا كاين الانسبكتور ديال لا سينيسيس ما عمر شي حاجه عندكم كيجي وكيسولوا كيتلاقاو مع الباترون ورا السيتار صافي كيكون داكشي بيناتهم هذه هي اللي كاين تحولت القهوه اخرى خدمت فيها 7 سنين كيجيو نفس المشكل كتجي اللجنه ديال لا سينيسيس كيتلاقاو مع الباترون كيمشيو داكشي عندهم ورا الطابله فهمت يعني حنا دابا كنطالبوا من هذا المنبر الاخ المحترم عبد السلام كنطالبوا الحكومه والمسؤولين غرفه التجاره والصناعه باش يديروا واحد الالتفاته لينا حنا حنا راه كنضيعوا راه ما بقيناش ما ناكلوا انا استفدت 1000 درهم ديال الرميد استفدت الشهر اللي فات وصرفت الشهر هذا
داك 1000 درهم ما كافيانيش. اش دير لك؟ عندي ثلاثة جوج وليدات والمرأة وأنا الماء الضو كاري ب 1300 درهم، الدراري كيقراو بالانترنيت بالفلوس، اش دير لي 1000 درهم؟ مشكلة. حنا كنواجهوا واحد المشكل دابا، والله العظيم إلا كنعيشوا واحد الحالة مزر لا يرثى لها. كارثية. والسلام عليكم الأخ عثمان. شكرا. إذن هذه هي شهادة تقديرية لمقدمة من طرف مهد تكنولوجيا فندقية وسياحية بالجديدة اللي تابع قطاع السياحة بطبيعة الحال، يعني ديبلوم اللي معترف به. إذا ما عندكش هذا الدبلوم هذا ما تهدرش على نادي المتكون و الله يرحم الوالدين. إذا كنت مستمعت ولا الناس شنو اللي كيقولوا؟ هادشي اللي كيقولوا يلا شي شوية حقاش ما كاينش هنا دوك المتضررين اللي غارقين ديال بصح، هادو راه نقدروا نقولوا بأنهم قدام ودائما موجودين رؤوسهم بحال الظروف هذه، قدروا انهم يتغلبوا وبمساعده هذاك التريتور بن سعود اللي كيقولوا بشهادتهم هما، كنوجهوا ليه التحيه من هذا المنبر هذا. غير هي كنقولوا بانه اذا كان شي وباء فهو وباء في العقليه ديال المسؤولين ماشي كورونا، كاين وباء ديال العقليه ديال المسؤولين اللي حقاش ملي كنجيو كنشوفوا شحال من واحد ما عندوش لا سينيسيس كنقولوا بانه الادارات ديال لا سينيسيس ما قايمينش بالمهمه ديالهم كما ينبغي. وعلاش هاد الناس دروك من يحتاجوا لا سينيسيس هما ما يلقاوهاش؟ بغض النظر على هاد لا سينيسيس اللي كياخذوا فيها حتى هي 10 ريال راه ما غادا لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن اللهم العمش ولا العمى كما كنقولوا. هاد الناس دابا ما لقاو لا عمش لا عمى لا حتى حاجه ما لقاوها. دونك كنتمناو من الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات اللي هما كينتميو ليها انهم يلتفوا لهاد الناس يصوبوا لهم هيكلوا لهم القطاع ديالهم، ما يخليهمش بحال كرباش كنسمعوا بان الحلقه الاضعف في هاد الامور ديال التجاره ولا هادشي ديال الخدمات، وهادي الحلقه الاضعف هي النادي ولا اللي كيقولوا ليه الكارسون. دونك كنتمناو منكم باش انه تلتفتوا لهاد الناس ونتمناو هاد الميساج يوصل للمسؤولين. وكنواعدوا هاد القطاع هذا باننا من بعد الجائحه ان شاء الله غنديروا واحد الحلقه موسعه فري روبورتاج على هاد الفئه هذه. الى هنا تنتهي دردشه اليوم، السلام عليكم.